طموحك ايه؟ اي ممثل حضرتك هتسألي طموحك ايه هيقول اوسكار. في لقاء ليها في اول مشوارها الفني قالت للمذيعة: لو سألتي أي فنان قلتي له طموحك إيه؟ هيقولك الأوسكار. طبيعي إن حلم أي فنان ياخد الأوسكار. وبعد ما بقيت فنانة كبيرة ومشهورة في مصر والعالم العربي كله، قدمت أعمال كتير سواء كانت أفلام أو مسلسلات، اختفت فترة كبيرة وبعدت عن التمثيل، وده من وقت ما قدمت الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، وكان آخر ظهور ليها على الشاشة. اختفت فجأة من غير أي مقدمات، دي حتى ما ردتش او علقت على خبر اعتزالها للفن، ولا حتى طلعت وضحت هي اختفت ليه. تعالوا بقى نعرف ليه عبلة كامل اختفت وايه حكايتها. عبلة كامل اختفت بعد ما حزنت على موت صاحبتها، ده اللي طلع قاله نقيب المهنة التمثيلية الدكتور اشرف زكي لما توجه له سؤال عن سبب اختفاء الفنانة عبلة كامل، وده كان قرارها الشخصي. وكمان قال انهم حاولوا يكلموها كتير وهي اللي قررت تبعد عن التمثيل، وكان دايما ردها اللي فيه الخير يقدمه ربنا، واكيد انا لسه على تواصل معاها واننا وانهم لسه صحاب. ده كمان كانوا عايزين يكرموها في مهرجان الدراما وحاولوا يضغطوا عليها ويقنعوها، بس هي برضو ما وافقتش وقالت انها لسه مش مؤهله انها ترجع دلوقتي. وقالت لي: يا اشرف خليني في الدورات اللي جايه، واحنا احترمنا ده وسبناها براحتها، واكيد هي كويسه. وقال ان هو مقدر حزنها، وخصوصا بعد ما عرف ان صاحبتها اللي توفت كانت اقرب صاحبه ليها، وصاحبتها دي كانت من خارج الوسط الفني. وطلع نفى اشاعات اللي بتقول انها سابت الفن علشان جالها سرطان الثدي وانها بتتعالج في احدى المستشفيات، وقال: اعوذ بالله ما فيش الكلام ده، الفنانه الكبيره عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنتكلم ونهزر وبنضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة، ولو كانت تعبان أكيد كانت هتقولي. وبعد ما الفنانة عبلة كامل اختفت لمدة كبيرة أكتر من 4 سنين، رجعت وظهرت من جديد. تعالوا نشوف ظهرت فين. الفنانة عبلة كامل ظهرت في صورة ليها شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد غياب استمر لسنوات طويلة. ظهرت وهي واقفة في المطبخ وعلق كثير من الجماهير على الصورة، وكلهم كانوا مرحبين بظهورها مرة تانية. وبكده نكون عرفنا الفنانة عبلة كامل كانت مختفية فين، وبنتمنى انها ترجع تظهر مرة تانية ونشوفها وتنور الشاشة مرة تانية. سيبونا رأيكم في الكومنتات.